كنت مهموم بهذا الأمر من قبل قرار الجزائر بمنع النقاب، ولا الجزائر هي اللي شجعتك أنت تتقدم بهذا المشروع؟ لا، هو في الحقيقة يعني القضية دي موجودة في المجتمع المصري تقريبا من سنة 2009، من وقت فضيلة الإمام الأكبر الله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي، لما مجمع البحوث الإسلامية وقتها طلع قرار بمنع ارتداء الحجاب في كليات جامعة الأزهر، النقاب قصدي، النقاب، وحصل منع النقاب، منع النقاب، منع النقاب، منع نعم. أنا آسف، منع النقاب في كليات جامعة الأزهر، وحصل وقتها جدال، وكان الأزهر الشريف وقتها ودار الإفتاء المصرية طلعت بشكل واضح يعني بيان حكم النقاب في الإسلام إنه عادة من العادات وإن هو مش من فرائض الدين، واتكلموا عن إنه قانون تنظيم الجامعات ألزم أعضاء هيئة التدريس إن هم يحافظوا على التواصل المباشر والجيد مع الطلبة، وإنه ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس بيتعارض مع الشرط ده أو القيد ده اللي قانون تنظيم الجامعات ألزم بيه أعضاء هيئة التدريس. نعم. وبعدين لما قامت ثورة 2011 وما تبعها من أحداث، شفنا إزاي النقاب بيستخدم في ارتكاب الجرائم سواء الإرهابية أو الجرائم الجنائية زي خطف الأطفال وما شابه، ومن وقت للتاني يعني بنطلع تصريحات نقول إنه يعني بما إن هو مش من الدين، بما إن هو أصبح بيهدد المجتمع، فواجب على الحكومة إن هي تمنع ارتدائه في مؤسسات الدولة سواء الصحية أو التعليمية أو الخادمية، درءا لكل المفاسد المرتبطة بيه. كمان بس حضرتك مؤخرا لما يخلص خلاص هيخلص على القاضي، حاضر. أيوة، في مؤخرا إمام الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية طلعت نفس الرأي اللي اتقال من 2009، وكان في تصريحات كمان لفضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة قال فيها بشكل واضح جدا انه يعني رؤساء المؤسسات او الهيئات يعني اذا وجدوا ان في مصلحة في انه يمنعوا او يحطوا شروط معينة من ضمنها عدم ارتداء النقاب فده يجوز لهم شرعا او من حقهم او واجب عليهم بمعنى أصح، إذا كان فعلا بيترتب عليه أضرار سواء في تقديم الخدمة أو أضرار تهدد أمن وسلامة المجتمع. طب سيد الإمام، هل تعتقد أن أنت هتقدر تحصل على موافقة عدد كافي من الأعضاء؟ لأن أنا سألت الدكتور أمل نصير حول هذا المشروع، قالت لي هي مش متفائلة ولن يعني مش هتقوم بتقديم هذا المشروع لأن هي عارفة أنه مش هيتوافق عليه في النهاية. المجتمع يعني بص أقول لحضرتك حاجة، هو في الحقيقة إحنا كنواب يعني لما بيتضح لينا طبقا ل يعني جهدنا ان في شيء يعني يحقق المصلحه العامه بنقدمه في المجلس وبنبذل مجهود عشان يقتنع بيه زملائنا وتقتنع بيه الدوله، لكن انا عندي قناعه انه الدوله يعني وارد جدا يدخل في تفكيرها في مثل هذه الامور حسابات معينه ايضا للمصلحه العامه، فده يؤثر في مدى الاستجابة للأمر، وأنا ما عنديش غضاضة في كده. يعني أنا في الآخر لما عملت الاقتراح برغبة للسيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أنه يصدر قرار بهذا المعنى، شرحت في المذكرة بتاعتي إيه الأسباب اللي أنا شايف أنها يعني تحتم اتخاذ مثل هذا القرار. نعم. الحفاظ على المصلحة العامة يعني. طب سيادة النائب الدكتورة ملكة الزهراء عايزة أتعقب بس بعد إذن حضرتك. حضرتك سيادة النائب أهلا وسهلا، حضرتك قلت إنه مش من الدين. قلت مش من الدين. ألو؟ حضرتك قلت مش من الدين، مين اللي قال لك إنه مش من الدين؟ حماية المرأة نفسها بذاتها وفقا لإرادتها ده من الدين ما يكفر لها الشرع. الحماية الشرعية الخاصة بنفسها. طب واخد بالك دكتورة؟ استناني اسمعني زي ما سمعت. اسمعني ست نائب زي ما سمعت. أما إذا كان اسمعها بس. أما إذا كان دكتورة في خلل أمني. أما إذا كان في خلل. ست نائب اسمع دكتورة ملكة بس وهرجع أسمعك تاني. بس بعد إذنك لا معلش هقول سطر واحد بس. اتفضل. أنا وأنا بتكلم عن الرأي الديني قلت مين قال؟
قلت محمد ابو حامد قال ولا الازهر الشريف قال؟ قلت الازهر الشريف قال. اذا الدكتوره تكرما حضرتك تقولي الكلام اللي انت عايزه تقوله لي للازهر الشريف. طب انا بشكرك جدا، بشكرك جدا استاذ محمد ابو حامد. احنا مصيبتنا ايه؟